واللي نتمناه انه ايضا الشفاء العاجل للاعب مهند علي ميمي اللي اجرى عمليه جراحيه قبل ايام. واحنا اللاعب بس شلون هذا اللي لك صديقه قدام عينك، احنا اللاعب ظاهر الا قدام عيننا يلا نحس بقيمته. اللاعب مهند علي ميمي سوى عمليه بالنمسا ويعاني، بس الظاهر ماكو واحد لا سيل علي لا يابا شلونك وين صرت ايش وقت تعود للملاعب، والاصابه خطيره. الان ويانا اللاعب مهند ميمي على الهواء مباشره باتصال هاتفي. ارحب بيك مهند وحمد الله على السلامه، وطمنا على وضعك الصحي بعد اجراء العمليه الجراحيه. السلام عليكم حيدر، الله يسلمك، والحمد لله والشكر انه اجريت العمليه قبل تقريبا اسبوع. الو، الحمد لله والشكر. تسمعني حبيبي؟ وضعك شلون الان مهند؟ اسمعك واضح. ايه، فقلت لك الحمد لله انه في اسبوع اجريت العمليه، والحمد لله انه العمليه تمت بنجاح. لانه بديت يعني بالبدايه انه انا اشكر صح يعني صراحه انه اشكر الناس اللي سالت علي، واشكر الجمهور اللي سال علي، واكيد انه اداره نادي الدحيل واداره النادي ارس اليوناني واللاعبين طبعا كلهم اشكرهم، واشكر وكيل اعمال اللي صراحه انه هاي الوقفه اللي وقفها وياي انه كانت يعني ما قصر صراحه، انه بعد ما سافرت من اليونان لندن، بعد لندن جيت ايطاليا والنمسا، يعني كان معاي هو ما تركني. فالحمد لله والشكر انه قلت لك انه انا جريت العمليه قبل اسبوع، ومن احسن الدكاتره اللي موجودين اللي هو سوى لي اياها. الحمد لله انه يعني صار لي 3 ايام انه بديت اتعالج علاج طبيعي، يعني اليوم 3 وحدات تدريبيه، والحمد لله انه جاي اشعر احسن. والاصابه يعني حتى الدكتور انه يعني قال لي انه اصابتك مو كلش خطره، لان يعني انت بعدك صغير وعضلتك ما شاء الله انه قويه، فتقدر انه ترجع، وان شاء الله يا رب انه تكون الفتره مو الحمد طويله لله وشكر. وان شاء الله انه اقدر ارجع. انطاك سقف زمني معين؟ يعني قال لك شو كنت ترجع للملاعب؟ يعني ممكن 5 شهور، لان يعني تعرف انا صار لي هنا أنا تقريبا 10 ايام، راح ابقى بعد 3 اسابيع وبعدين انه ارجع لقطر انه اسوي التاهيل بقطر. تأهيلك راح يصير بقطر. نعم. زين، هاي الفترة تواصلوا وياك المسؤولين بالعراق، سألوا عنك، يعني قالوا لك وضعك شلونه، شنو اللي تحتاجه، قدموا لك خدمة؟ والله أكيد، والله اتصلوا بي يعني بعض الناس، يعني الكابتن عدنان درجال اتصل بي وسأل على حالتي، وكل الناس يعني ممتاز. صراحة قلت لك أنا هواي ناس إنه اتصلت علي ويطمئنون علي، يعني الكثير من الناس، فأحب إنه أشكرهم وأقول لهم إن شاء الله يا رب إنه أرجع عفوا من قلب. إن شاء الله يعني ننتظرك، إحنا رجعنا على عباس، والبارحة شفت الهدف مالته البارحة. والله فرحت له صراحة، أنا فرحت له كلش، فرحت له، يعني تعرف إنه لاعب من يكون مصاب ويرجع يعني لازم إنه هذا الهدف يعني فرحة أكثر ويعطي يعني الثقة بالنفس، واكيد يعني على لاعب جيد ولاعب ممتاز، واتمنى له كل التوفيق ان شاء الله يعود للمنتخب ان شاء الله يا رب. بيوم يوم ان شاء الله اللي ينتظرك تعود مهند، يعني وان كان والله إن شاء هناك الله. يعني بعض الزعل احيانا على النتائج على المستويات، بس انت تبقى لاعب مهم ومهاجم المنتخب الوطني، وواجب علينا انه نسال عليك مثل ما تفرحنا وفرحتنا في مباريات، احنا واجبنا ايضا نسال عليك ونتابع حالتك ونقول لك انت موجود ويانا، يعني القضيه المعنويه مهمه لك بهذه الفتره. شكرا شكرا. فاحنا وياك شكرا وياك شكرا اخوي يعني حيدر. لا الحمد لله، في دول عمرك حبيبي. لا ان شاء الله، قلت لك ان شاء الله انه الحاله النفسيه يعني الحمد لله حالتي النفسيه كلش زينه، وبديت انه قلت لك انه اتعالج، وجاي يعني احس يعني انه اكو تحسن برجلي يعني يوم عن يوم انه اقدر امشي.